بين ليبيا والمملكة المغربية. أوجه التعاون، دراسة أوجه التعاون. أنا قلت لهم المفروض تحتاج إلى كرسي دائم. طيب على الرجال يا أخي. أولا نوجه تحية إليكم إلى الجريدة الإلكترونية، وتحية خاصة وتحية شكر صادقة إلى معالي السيد جلالة الملك محمد السادس المملكة المغربية التي استضافت خيرات لفترة طويلة، حوار سياسي ولد منها حكومة توافق وطني اللي نحن أعضاء فيها. وثانيا تحية إلى معالي الوزير السيد المحترم جدا محمد يتيم، معالي وزير التشغيل والإدماج المهني لاستضافته في ديوان الوزارة. نحن وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني جد سعداء في تواجدنا هنا في المملكة المغربية. نحن متفائلين بهذه الزيارة، متفائلين ب 2018 اللي نحن نطلع إلى الاستقرار في ليبيا، المحنة التي مرت على ليبيا، ولكن كثير من أوجه التعاون موجودة بين المملكة المغربية وليبيا، دولة ليبيا. فمن ضمنها اللي هو مجال الاستخدام، هناك كثير من المهارات اليدوية والمهارات العلمية لدى المغرب. نطلع إلى دراسة عمل آلية التعاون وعودة العمالة الماهرة إلى ليبيا من جديد، وأيضا تركيز على حقوق العمالة بالدرجة الأولى. نحن في تطور، أيضا هناك دورات تدريبية تكوينية في مجال التعليم الإلكتروني وأيضا في المهارات المهنية اليدوية وأيضا الكهربائية والهندسية وأيضا في مجال الفندقة. هناك كثير من مجال التعاون. نحن نعبر عن سعادتنا في وجودنا في المملكة، لمسنا والتمسنا الاستضافة من أشقاء المغاربة.